راح تتحكموا في حياتي لمدة 24 ساعة. فين حنروح، إمارة مول ولا دبي مول؟ أحلى فيلم، ما في أحلى فيلم، هم اللي حختاروا. كمان أبدأ كلامي في تحية الإسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي، أنت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. شافكم مكان السري والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. يا هلا وسهلا بالضيوف الحلوين. لا والله دامكم نورتوني في المكان السري حقي. تعالوا اخذ لكم لفة. تعالوا جاهزين تشوفوا المنظر الرهيب؟ اهلا وسهلا. الخير، حياة الأغنياء صعبة. طبعاً أنا الآن موجود في جناح في فندق ريكسوس اللي في الجي بي آر في دبي. صدقوا قبل ما نخش في الفيديو ونخش في التحديات وتتحكموا في حياتي وما أدري إيش، خلونا نأخذ لفة في الغرفة حقتي. تعالوا. أوه غرفة مين؟ والله جناح مرة كبير. تعالوا. راح نبتدي في غرفة النوم. طبعاً أنا ما عندي غرفة نوم واحد، عندي أكثر من غرفة. الحين تعرفوا ليش؟ تعالوا أوريكم غرفة النوم. تعالوا. ما شاء الله تبارك الله، والله يا جماعة الخير تصميم غرفة النوم والألوان فيه مرة رهيبة. أكيد الحين كلكم تستنوا الفقرة المعروفة، فقرة اختبار كفاءة السرير. خلينا نختبره مع بعض يلا. لا والله يا جماعة الخير السرير طيب ممتاز ما بو شيء. هذا بالنسبة لغرفة النوم. خلينا نروح دورة المياه الله يكرمكم. يلا تعالوا. هذه دورة المياه الله يكرمكم زي ما انتم شايفين. عمر طيب هنكمل لفتنا. هذه دورة المياه زي ما تشايفين. خلينا نروح لغرفة النوم الثانية. زي ما تشايفين هذه غرفة النوم الثانية ونفس دورة المياه الله يكرمكم. طبعا قاعد تسألوني ليش عندك غرفتين نوم؟ تعرفوا اتنقل من هذا لهذه، ليلة هنا وليلة هناك، ظهرية هنا ظهرية هناك، ابدل بكيفي. عندك غرفتين نوم؟ لا بصراحة انا المنظر كذا مو عاجبني. تعرفوا الابركة دبرة ابركة برضو عندنا فيو رهيب. نايس وربي مرة حلو. أحلى شيء عاجبني في الفندق، أنا أحب الفنادق اللي فيها كذا شباك مرة كبير يدخلك نور الشمس وكمان بحر وشواطئ تحت. شيء مرة مجنون. طبعا لا تشيل هم، أنا ساكن هنا لوحدي وعندي غرفتين نوم. أي أحد جاي دبي الصيف تقول علي غرفتك موجودة، لا تشيلهم يا حبيبي. طيب يا حلوين أنا مرة متحمس للي حيصير اليوم. تعرف ايش اللي حيصير اليوم؟ راح تتحكموا بحياتي لمدة 24 ساعة. راح أطلبكم في الانستغرام حقي إنكم تصوتوا لي على أماكن أروحها أو تجارب أسويها. أنتوا اللي راح تختاروا لي الأكل، أنتوا راح تختاروا لي الشرب، الملابس اللي راح أشتريها اليوم، المول اللي حروحه، فيلم اللي راح أتفرجه. باختصار أنتوا اللي راح تتحكموا في يومي كامل اليوم. والله أنا مرة متحمس وفي نفس الوقت خايف من اختياراتكم. حاسس إنه في ناس كذا بيخربوا علي يختاروا لي أشياء ما هي حلوة. تخيلوا بعد تصوير 15 دقيقة متواصلة المصور حبي مقلبني ويقول لي عمر ترى الكاميرا معلقة وما نحفظ الفيديو. No problem. No please no. Dude, crashed. This was so good. Please. Bro, it's not turning on. So try to turn it off and turn it on again. No, I'm kidding, it's recording. الآن راح نبدأ التحدي مع بعض. الساعة الآن تقريباً 1 الظهر. زي ما تشايفين الأجواء صيفية في دبي، وبصراحة نفسي أسبح. ماني عارف أسبح في الشاطئ ولا في البحر، ما أعرف. راح خليكم أنت تختاروا لي الآن على الإنستغرام، راح أرفع تصويت وننتظر كذا بربع ساعة نص ساعة نشوف فين تختاروا. الآن راح أطلبكم تختاروا لي، فيلا خلينا نشوف إيش راح تختاروا. طيب أنا نزلت الستوري الآن، أنتظر تصويتكم. في وقت الانتظار هذا خلينا نروح أنادي العيال، هم في الفندق في الدور اللي تحتي. تعالوا. هاي ايش ملابس دي؟ ملابس سباحة. يلا بسرعة دخلنا ننزل نسبح والله. يا بحر يا شاطئ. طيب في فيلم طيب جديد. حيطول يلا انا ما لبست لسه. مريم هلا بالحياة. طيب يا حلوين المسبح يميننا والبحر يسارنا، مين فاز المسبح ولا البحر؟ البحر. البحر اللي فاز. يلا والله يا هلا، الجو مرة حلو للبحر، الموية مرة كلام. تعالوا نخش جوا. يلا نخش جوا. يلا تعال
والله كلام. بداية موفقة للتحدي حق 24 ساعة. صراحة أنا ما كنت أفضل المسبح مع الأجواء الصيفية الحارة هذه، ما في أحلى من بحر دبي. اكتبوا لنا في الكومنتات إيش تفضل أكثر، البحر ولا الشاطئ؟ سحبني تفضل. عن نفسي الشاطئ. أوه والله كان سباحة رهيبة في البحر. أعتقد كذا خلاص يكفي سباحة لليوم. خلينا نشوف إيش اللي راح نسوي بعد كذا. يلا 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 عيال يلا اللي بعده. طيب يا حلوين، بعد ما خلصنا سباحة في البحر زي ما شفتوا، الآن نبغى نتجه لواحد من المولات. صراحة أنا محتار، دبي مول ولا إمارات مول؟ راح أخليكم دبي مول. مهند إمارات مول. حخليكم انتوا تصوتوا في الانستغرام نشوف فين حنروح، إمارات مول ولا دبي مول. يلا دبي. يلا طبعا الان انا راح انشر الصوره هذه لدبي مول وإمارات مول ونشوف ايش راح تختاروا. راح نقول لفلف 15 دقائق لين نشوف اختيار صريح نقدر نوجه عليه. ان شاء الله دبي مول. دبي مول يا رب. وير دو يو وانت تو جو؟ دبي مول ولا إمارات؟ دبي مول شور. طب شغلوا غالي شيء، الجو مره سيء يا عمي مره. والله صح، عشان كذا انا قاعد ازود الحين خيارين. يا حنسمع ديسباسيتو يا بيبي تشو تشو. لا لا راح اختاره، هم اللي اختاره. انا ابغى بيبي تشو 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 صراحه، حتى انا بدي ابغى بيبي تشو. وات دو وانت، بيبي تشو تشو اور ديسباسيتو؟ بيبي تشو تشو. الحين الان بنشوف نتيجه التصويت. مرت 10 دقائق على تنزيل البوست. حذروا فزروا، اسرع اسرع عشان نتوجه بسرعه كذا بالطاعين. دبي مو A few moments later. انا عارف انكم طفشانين من اول، تبغى تسمع اغنيه. انا ابغى ديسباسيتو بس احساسي يقول لي ان هذيك حق الاطفال. 3 2 1. وصلنا دبي مول الحمد لله، واخيرا ما عندنا خطه جاهزه راح نسويها في دبي مول، ما عندنا جدول، فانتوا اللي راح تساعدونا في كل شيء زي ما تعودنا اليوم. طول ما انا ماشي في السوق قاعد اشوف الشعارات هذه حق تخفيضات دبي، فبحكم انه في تخفيضات خلينا نشتري كذا كم حاجه لذيذه. هذا مره حلو والله، هذا رهيب. بعد عناء ورحله طويله في اختيار افضل شوزين بصراحه، هذا اللي طلعوا معي. ما اعرف ايش رايكم، انا راح اصورهم في الانستغرام واخليكم انتوا تختاروا لي الشوز اللي راح اشتري اليوم. في فرق كبير في السعر، يعني هذا سعره تقريبا 500 درهم ريال، هذا برضه سعره 800 درهم، هذا اغلى بس عوافي. نشوف ايش الاحسن، انتوا اختاروا. يلا عندي خيارين، قمه برج خليفه ولا نتزلج في السكيت الحلبه حق دبي الضخمه. بالنسبه لي كلها حلوه بس انا ابغى سكيت، ابغى برد. يلا نشوف ايش اللي حتختاروا، سكيت ولا اعلى قمه في العالم برج خليفه؟ يلا. انتوا عارفين احنا ليش هنا؟ لا لا تقول امه. فاز السكيت. انا بصراحه مستغرب ليش الناس اختاروا السكيت، مثلا اشوف مين فيكم يطيح اساسا دحين. ما تجي معانا انت؟ لا راح اتفرج مدرج. يوهو للاسف سحاب قرر انه ما حيلعب معانا، بس عوافي ما في مدرج مفرج. يلا حنشوف ايش اللي حيصير، يعني انا حنطيح طيحات. يلا طيب يا حلوين، نحن الان موجودين في صاله التزلج. وهنا المصور طاع على وجهه. تستاهل، عشان ثاني مره ما تسوي فيني مقالب. ها واو والله صدفه مجنونه. الشيء اللي قاعد يصير، الثلج اللي قاعد ينزل، هذا ما ينزل تقريبا الا في اليوم مره واحده، وصادف نزل ونحن موجودين. خلصنا لعبه السكيت، الان بنطلع برا ونشوف ايش عندنا مهمه ثانيه راح نسويها اليوم. مهند كم مره طحت؟ مهند والله مره كثير، لين رجلي جتني اصابه قويه فجاه وانا قاعد العب اطالع يمين يسار. وين مهند؟ مرت تقريبا 50 دقيقه على تنزيل الصوره تبع الشوز. الله يكرمكم. مهند مين تتوقع فاز؟ اي شوز؟ الاحمر ولا الاصفر؟ جردن ون. الاحمر. الاحمر والله بالنسبه لي احس الاحمر راح يفيدني اكثر، اتمنى انه هو اللي يفوز. ايوه احمر يمشي على كل شيء، الاصفر شويه محشور بس ترى والله حلو. خلينا نشوف مين اللي فاز، خلينا نشوف مين اللي فاز. الاحمر قولها. طيب واحد منهم فاز بتصويت 54%. ايوه الاحمر. يس يلا بينا. انا مبسوط عشان الاحمر يمشي على كل شيء، مبسوط عشان انه ارخص. ارخص ها انا عارف. وصل وصل الشوز يا حلوين، وصل والله ده.
والله مره حلو. خلينا نقيس يمكن المقاسي ولا مو مقاسي. يلا تعال. انا مقاسي 45 بالمناسبه، اللي بيجيب الهديه اللي بيجيب الاصفر الثاني. طيب يا جماعه الخير، كانت لحظات سعيده عشناها مع بعض في اختيار الشوز، الله يكرمكم، وكل الاشياء الحلوه اللي سويناها. لكن لحظه الفلوس لما تطلع من المحفظه تعور يا اخوان، والله تعور. اسالوني عنها الان، راح اسويها. تعطيهم 500 رجعوا لك درهم. الحياة يا اخوان. خلصت جولتنا في دبي مول، انبسطنا كم ساعة هنا قعدنا واخترتوا لنا اشياء جيدة. سكيت اشتريت هذا الشيء انا برضو، الشوز الرهيبة اللي عور قلبي. يا قلبي اتوقع انه جاء الوقت انه نحن ناكل. يعني بصراحة التحدي ذا كله يوم كامل ما اكلنا. جعان مرة جعان. حيكون عندنا اختيارين في الاكل، يا حناكل فاست فود الاكل السريع المطاعم العادية ماك كي اف سي، يا حناكل اكل اماراتي. انا عن نفسي بما اني مرة بجرب صراحة نفسي ودي اجرب الاماراتي. تسحب اكيد نفسي من زمان اجرب شيء. ان شاء الله يساعدوا المتابعين ان شاء الله كذا ما يخربوا علينا. يلا طلب فاست فود، احنا دائما ناكل فاست فود مره محلو. والله محلو كل يوم من كم يوم في دبي، كل يوم فاست فود فاست فود. واضحة صريحة احنا ليش جايين هنا، مكان شعبي بحت. واضح جدا المكان. يعني انا جايبكم هنا ليش؟ لانه الاكل الاماراتي فاز بالتصويت. اوكي. راح ناكل مشبوس دجاج. هم يسموه مشبوس دجاج ولا دياي؟ دياي. لا دياي حق الكويتيين. اجل ما اعرف. ما اعرف. بناكل مشبوس. بناكل مشبوس. مشبوس. مرة الجوع واصل اخره. يلا. زي ما تشايفين وصلنا المطعم الاماراتي اللي اسمه الفنر، هذا واحد من المطاعم الشعبية الاماراتية المشهورة. قابلت متابعين الاماراتيين هنا بالمطعم، كيف حالكم؟ ابغاكم تساعدوني، انا هنا اول مره جاي اجرب اكل اماراتي، ايش تنصحوني كذا اكله رهيبه؟ باستا. باستا؟ يقول لك الباستا اماراتي. هلا والله. سلام. هذا مشبوس اللحم يا جماعه الخير الاماراتي، والله الريحه لحالها. انا ما اعرف ايش الصوص اللي موجود، حار بارد. هو نفس حقه في السعوديه لكن الصوص حقه كذا مختلف. بس هو نفس بعض. والله بالعافيه حلوين بالعافيه. انا ترى ما اعتبر متذوق شيء في الدجاج او الرز عموما، بس بجرب الان. صوصه مختلف عن حقنا. في دمعه هي تبين انه رهيب. خلاص خليني اكل. والله جيد الاكل، تدري انه جيد والله. كنت مطعم ورا شيء ريال. والله اختصر، اما في حق السينما الحين احلى فيلم دحين نشوفه. احلى فيلم ما في احلى فيلم. هم اللي حختاره. كمان فيلم، كمان فيلم. خلينا نختار فيلمين. توي ستوري على الدين، ايش رايكم؟ توي ستوري على الدين. اوكي كله تمام. حنزل صوره في ستوري الان، توي ستوري ولا علاء الدين؟ خلينا نشوف. نزلته الان، راح ننتظر الان ابو 15 دقيقه لنص ساعه عشان نشوف ايش الاختيارات اللي اخترتوها. جبنا الفشار، جبناه زي ما انتم شايفين. اخذنا الفشار والتذاكر، العيال هناك قاعدين يسووا شوبينج. طبعا ما يعرفوا ايش الفيلم اللي فاز. انا اعرفه، تعالوا نقول لهم تعالوا. تعرف ايش الفيلم اللي فاز؟ ايه جد تعرفه ولا ما تعرفه؟ والله ما فكيت الدور. انا ابو علاء الدين. انت ايش تبغى؟ علاء الدين. الفيلم اللي فاز هو علاء الدين. يلا يلا يلا. على حسب تصويتكم الفيلم اللي فاز هو علاء الدين بفرق بسيط. سحاب لسه اسوي. سحاب لسه بيشتري. سحاب الفيلم حيبدا. سحاب تعال. طيب عندي خبر حلو وخبر مو حلو. خبر الحلو انه اخذنا اغراضنا وجاهزين الفيلم وفشارنا وحركاتنا وبركاتنا. خبر المو حلو انه الفيلم بدا. سلام عليكم. وبس كذا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم، إن شاء الله استمتعتوا. تابعوني في حسابي في الانستغرام اللي ظاهر قدامكم في الشاشة، عشان لو في تحديات في المستقبل زي هذا النوع تساعدوني فيها، وبنزل لكم صور مرة كثيرة تصورتها في دبي على الانستغرام، تعال هناك. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان لما أنزل مقطع جديد تجيكم رنة. كان معكم عمر من قناة ماكس اتش دي، نشوفكم على خير، السلام عليكم. هيكي سلام سلام، اسمي عمر زرادية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، وإذا